أهلا بكم. اليوم غادي نتكلموا على المعجزات الصحية ديال التمر. كيحتوي التمر على العديد من العناصر الغذائية اللي كتخليه أنه يكون غذاء صحي في حالة ما كليناه باعتدال. من أهم العناصر اللي موجودة في التمر كاين فيه بزاف ديال الفيتامينات والمعادن، الألياف الغذائية، السعرات الحرارية والسكر ومضادات الأكسدة. وكيقدم التمر العديد من الفوائد الصحية للجسم، واللي نقدروا نذكروا منها أنه كيعزز الدماغ وكيعزز صحة الجهاز الهضمي، صحة العظام، كيقوي جهاز المناعة، كيخفض ضغط الدم المرتفع، وكيمد الجسم بالطاقة. وما يمكنش لنا نتكلموا على التمر بلا ما نذكروا الفوائد ديالو على الجسم ديالنا في رمضان. البدء بتناول التمر فور أذان المغرب وبعد صيام ساعات يومية طويلة له بزاف ديال الفوائد على الجسم. وتكمن مميزات بدء الإفطار بالتمر فيما يلي: أن التمر كيحتوي على سكريات طبيعية بسيطة سهلة الهضم والامتصاص، اللي كتعمل على رفع نسبة السكر في الدم وإمداد الجسم بالطاقة بشكل مباشر، وكيهيئ الجسم لاستقبال الوجبات اللاحقة. التمر كيحفز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وكيحمي من التلبكات المعوية، وكيحارب الإمساك. وبالطبع ما يمكنش لنا إلا أننا نشدد على أهمية استشارة الطبيب في حالة حدوث أي رد فعلي تحسسي بعد تناولكم للتمر، وذلك لضمان سلامتكم والحفاظ على صحتكم.